مهاجم، هذا هو، هذا فييري، هذا المهاجم على طول. تو دونجا في التنفيذ هذه المخالفه صالح المنتخب البرازيلي، تعويله وبالراس والهدف الاول، الهدف الاول لصالح المنتخب البرازيلي عن طريق اللاعب رقم خمسة وهو سيزار سامبايو. سيزار سامبايو يفتتح النتيجة لصالح المنتخب البرازيلي، وهذا الالتمام هل سيكون الانطلاق الحقيقي للمنتخب البرازيلي؟ نعرف من يصوب، روبرتو كارلوس تضرب الكرة والهدف الثاني، الهدف الثاني لنفس اللاعب سيزار سامبايو يضيف الهدف الثاني لصالح المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي رونالدو، كرة في اتجاه زامورانو وسلس، وهدف صادف السلس في الدقيقة 22 من هذا الشوط الثاني، فرصة وهدف لصالح المنتخب الشيلي. دانيلسون مجددا الى رونالدو وجه لوجه، رونالدو والهدف الرابع، الهدف الرابع لرونالدو في الدقيقة 24، 24 دقيقة لعب، ورونالدو يضيف الهدف الرابع لصالح المنتخب البرازيلي. ينقل الى بوغوسيان، يرسلها على رأس ايالا، تنتقل الى بيريس من المنتخب الفرنسي داخل المنطقة، يرفع كرة تريزيجي بالرأس، فرصة ذهبية وهدف ذهبي، وينجح المنتخب الفرنسي عن طريق مدافعه لوران بلان في احراز هدف الفوز في الدقيقة 9 من الشوط الاضافي الثاني. في الدقيقة 14 بعد 100 هدف لفرنسا، وكل لاعبي باراغواي على الارض بدءا من الحارس شيلافيرت. في الجناح الايمن باتجاه اللاعب رقم 21 يورجنسن، وداخل منطقة الجزاء من اللاعب لاودروب، وتسديده والهدف الاول، الهدف الاول في المباراة عن طريق اللاعب مولر يحرز الهدف الاول من اول فرصة في المباراة. الحارس يقوم بحماية زاوية، وحائط الصد يقوم بحماية الزاوية الثانية، ودوما اللاعب الاطول يقف على طرف الحائط. وملعوبة وكرة قوية ومرتدة والهدف الثاني، الهدف الثاني بامضاء اللاعب بريان لاودروب يسجل الهدف الثاني للدنمارك في الدقيقة 11 من احداث المباراة. نتيجة مفاجئة وكرة داخل منطقة الجزاء، واول لمس للكرة والهدف الثالث، الهدف الثالث باول لمسة للكرة لهذا اللاعب. قلت ان التبديل تكتيكي وهو تعزيز القدرة الهجومية، وثلاثة لاعبين ضد ثلاثة لاعبين وداخل منطقة الجزاء، وتسديدة من الزاوية الضيقة، وترتد الكرة من جديد، والهدف الرابع، الهدف الرابع لمنتخب الدنمارك عن طريق اللاعب هيلفيج، والهدف جاء في الدقيقة 31 من الشوط الثاني، والهدف الأول على الطاير من اللاعب بابا انجيدا يسجل هدف جميل لنيجيريا. نزول هذا اللاعب متأخرا. لابوينتي محاولة، لانكو حاول يرسلها الأمام، هذه محاولة خطيرة، خطرة، جول جول جول، هيرنانديز مع انطلاقة شوط المباراة الثاني تماما. كرة عالية وخطيرة كذلك، تنحط، جول كلينزمان، النجم الألماني يورجن كلينزمان يسجل هدف التعادل لألمانيا، ويتنفس الألمان الصعداء. محاولة في الجهة اليسرى مع ميشيل ترنت، وترنت يرسل كرة عالية، وهنا مع أول كريستين، محاولة أيضا ألمانية خطرة، أوليفر بيرهوف وبراسه الذهبية أيضا يسجل هدف ألمانيا الثاني، هدف ألمانيا الثاني. يشكل أي صعوبة بالنسبة للحارس كما شاهدنا، تعود الكرة للهولنديين وهدف، نعم الآن يأتي الهدف تتويجا لكل المجهودات، هدف بيركامب، دينيس بيركامب يسجل الهدف
وتأتي بذلك ثمار مجهودات بيركامب ورفاقه من المنتخب الهولندي، ربما تشكل خطورة منذ بداية الشوط الثاني على مرمى الحارس الهولندي. وفعلا الهدف، نعم خطورة وكيف لا، والهدف من دون انتظار يسجل المنتخب اليوغوسلافي هدف التعادل بضربة رأسية من كوملينوفيتش. مايكل أوين داخل المنطقة، والهدف الثاني لمايكل أوين، الهدف الثاني لمايكل أوين، آخر نتاج للدوري الإنجليزي. مايكل أوين اللاعب اللي يعشقه الجمهور الإنجليزي كثيرا، هو من اكتشافات روي إيفانز مدرب ليفربول. مايكل أوين يسجل الهدف الثاني وتسبب في ضربة جزاء، أصغر لاعب في الفريق الإنجليزي. شوف مايكل أوين، مايكل أوين انطلاقة رائعة لمايكل أوين، يعني الطريف في هذا اللاعب عائلته كلها تحب نادي إيفرتون، إيفرتون النادي الثاني في مدينة ليفربول الإنجليزية، وإيفرتون مع ليفربول. أندرتون، بول سكولز، بول إنش، ألان شيرر، كلهم راجعين لحاية الصد، وربما تكون الفرصة الأخيرة خلال الشوط الأول. باتيستوتا أمام الكرة، وفيرون وسيموني، باتيستوتا وفيرون، ولعبة رائعة، والهدف هدف التعادل، هدف التعادل من زينيتي يعيد الأرجنتين إلى الموقع مرة أخرى. مباراة فعلا رائعة، وشوط أول ولا أجمل. زانيتي يسجل هدف التعادل بلعبة فيها طريقة رائعة نفذت. زانيتي هاي لعبة هو على طول، اوكوتشا وفرناردو هيرو وجول ساندي ساندي. هاي لعبة هو على طول، اوكوتشا وفرناردو هيرو وجول ساندي ساندي. اجوندا ما عملتش حاجة غيره. ميهالوفيتش سدد الهدف الاول، الهدف الاول يأتي عن طريق ميهالوفيتش. بوبان وبروسينيتشكي، بروسينيتشكي مع الكرة يعكسها مباشرة في المرمى، بروسينيتشكي يحرز الهدف الثاني لكرواتيا في الدقيقة الثامنة من الشوط الثاني. فولنز فولنز عبث اللعب، سكولز سكولز شوت جول على طول قدام الجول، لما تتخلص توصل مرة ثانية ويحصلها على طول. منتخب فرنسا يلعب بالجول، جول بوتي 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 بوتي، ضربة كانت أمام منتخب شمايكل. باريديس، وجميلة اللقطة حقيقة، روعة روعة من الروعة بمكان هذه اللقطة، بتبقى عايزة تدريب كتير قوي. وهيلعبها سيرا، جوه الجول جوه الجول، لسه بقول لحضراتكم لولا بيا. مونتراجون يوجه الجدار الدفاعي، أندرتون وبيكام، ديفيد بيكام يصوب الكرة في المرمى، هدف انجليزي ثاني ورائع. ديفيد بيكام من ضربة حرة من أكثر من 25 مترا يطلق الكرة مقوصة مباشرة عن يمين فريد مونتراجون، هدفان لإنجلترا في أول نصف ساعة، الهدف الثاني في الدقيقة الثلاثين، وإنجلترا تحلق عاليا في ملعب لينس. يوربنسن وداخل منطقة الجزاء من اللاعب لاودروب، وتسديدة والهدف الأول، الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مولر، مولر يحرز الهدف الأول من أول فرصة في المباراة.
وهدف مبكر في الدقائق الأولى الدقيقة الثانية من أحداث المباراة. إذا الدنمارك تتقدم بهدف واحد مقابل لا شيء وتمريرة ذكية من اللاعب مايكل لاودروب وتسديدة من مولر رقم 18. مولر يسدد هدف مباغت بالوجه الخارجي للقدم كما نشاهد على يسار الحارس هوفاي والتمريرة ذكية من مايكل لاودروب والتسديدة كانت بالقدم اليسرى للاعب مولر وأبعدها إلى ركنية ثم كرة أخرى وهدف. نعم هدف. نظن أن الأمور انتهت الآن ما دام المنتخب اليوغوسلافي ربما الخطأ الذي ارتكبه وأنه كان ينتظر في إعلان الحكم على النهاية، لكن التسديدة القوية والمصوبة كما ينبغي بكرة أرضية من اللاعب ديفيدز، اللاعب إدغار ديفيدز يسجل الهدف الثاني كما نشاهد من بعد حوالي 20 متر، الشيء الذي يفاجئ تماما الحارس اليوغوسلافي كرال إدغار ديفيدز بإشعاعه في وسط الميدان دفاعا وهجوما وإضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب الهولندي. فهذا اللاعب المزداد في سورينام بمدينة باراماريبو. في الموعد أيضا أسماء اليوم الفريق المغربي، جميع الأسماء رائعة. يوم